طبعا في ختام هذه الحلقة الممتعة والجميلة طبعا انضم في هذه الفقرة الأخيرة الدكتورة خلود خلف، طبعا شاعرة نابغة في الشعر طبعا، ويحن نسمع طبعا صوتها، بس عايز أشوف التوفيق ما بين دراستها في كلية صيدلة ووقتها في تأليف هذا الشعر. قولي كده خلود. وأنا بدأت أكتب شعر من إعدادي تقريبا، اللي اكتشفته فيها كانت صاحبتي، تمام، هي صديقتي المقربة يعني، تمام، كنت دايما بكتب لها يعني وكده. وبعدين بقى هواية يعني، اللي هو مش بياخد وقت خالص يعني، هو بس أول ما الواحد بيحس إنه عايز يعني ما بياخدش وقت منك، ولا في فترة الفراغ بتاعت الأزمة بتاعت الكورونا ديت لقيتي وقت عندك لا هو فعلا ما بياخدش وقت. هو انت لما بتكون عايز تكتب، طب ترتيب الجمل، طيب احنا طبعا في رياضيين، ولكن بس ترتيب الجمل اكيد بياخد وقت صح؟ لا هو انا بتخيل القصه يعني في دماغي، وبعد كده ببتدي بقى ان انا اعبر عنها، تمام، في نفس الوقت ممكن الشعر ياخد معايا ربع ساعه يعني مش اكتر. يعني بتعملي كام بيت كده مثلا في الشعر مثلا في الاول؟ بس بيجي لي فكره، وبعد كده بقى ابتدي فكره بتاخديها بتطبقيها للشعر، او ممكن في اي وقت، ممكن وانا باكل عادي. انت قلدتي مين او بصيتي لمين وبدات في تقنيه هذا؟ هو انا بادئه من غير ما ابص لحد، تمام، بس بعدين مبتدا يعني باميره البيلي وكده. هي بتكتب نفس النوع بتاعي. لا شاعره جيده فعلا جدا ما شاء الله عليها يعني، فهي بتكتب نفس النوع بتاعي، فهي اللي اصلا خلتني اخد الخطوه دي يعني، تمام، شجعتني اكتر. طب عايزين نسمعوا حاجه كده للساده المشاهدين كده يا خلود كده، سمعوا لنا حاجه كده، اتفضلي. واني لسه في العشرين، هو ان ملامحي كدابه بتثبت لي باني عجوز، تمام، وشي من البكا معلم وسايب الذكرى فيا بروز، فكل ما اعوز حاجه تسيبني وكل ما اسيب حاجه تعوزني، تمام، فوجه شدي قوي لقدام واقول عايز تجيني الضربه من ظهري قوي بتدوس، وانا انا اتكسر، تمام، بحلم حلمته يوم ما وعيت على الدنيا وما اتحققش، بنغزه في قلبي يوم ما حبيتك وسبتيني، بدمع في عيني يوم فرقنا قايلالك فرقنا وجعني وعلى عيني، واني فقير ومن يومي وقيمتي باينه في هدومي، مظاهر كلها خدع وجوايا فراغ عايم وفقر شديد، وكان لومي بان كل شيء نصيب وان الدنيا شيء فاني وان الذكرى مش دايمه واني ضحيه وانا جاني، ومين فينا ما دقش الظلم وما ظلمش، ومين فينا ما عادش حسابه يوم ما قلبه داق الوجع، ومين فينا ما سابش ورجع، تمام، وحيد. طب في حاجه عن الكورونا بقى؟ هو انا كنت محضرها بس جبده يعني، تمام، طب اتفضلي كمل. وحيد في ارض من صلبه ومن غلبه، نايم في سريره على ارضه ونغزه في قلبه بتنادي بانه غريب، تمام، ومين فينا بعد ما رجع لقاله حبيبه، واني لسه في العشرين وان ملامحي كدابه بتثبت لي باني عجوز، وقلبي متها مرضان فصابه سرطان عمل له شذوذ، فصار يسيب اللي يحبه يقرب من اللي بيعيبه، يسيب حد روحه في قلبه وماسك حد بيسيبه وبيغيبه وبيعيبه وبيوريه في الظهر نجوم، وقلبه كان جاني ومظلوم، يمر اليوم يوم تاني ولسه برضه في العشرين، جميلة، ولسه ذكرى واخداني، تمام. طيب دي تأليفك يا خلود؟ بس لسه ليها باقي يعني، تمام، عشان وقت البرنامج طبعا. انت طبعا حاجه كويسه ترتيب الجمل والسجع الموجود في ابيات الشعر طبعا والشكل الجمالي. طيب بالنسبه اللي فعلا لازمه كورونا فعلا، انا كتبت حاجات كتير قوي، كتبت عن الكورونا بس عشان وقت البرنامج طبعا، تمام، بس كاتبه عليها حاجه كاتبه فوق حوالي 85 قصيده يعني. طب كويس والله. كل قصيده بتحكي قصه يعني، يعني قصه معينه بس، او اللي هو بتجسد واقع او خيال او كده، تمام، سواء عشتها او ما عشتهاش، حد حواليا عاشها او، يعني قصيده بتاخد منك 15 دقيقه مثلا، وممكن اقل، وممكن اقل، بتيجي في وقت معين. كان بيت يعني مثلا في القصيده مثلا، يعني القصيده بتكون اربع صفحات خمس صفحات، اربع بس هتعدي كده ال 15 دقيقه ولا؟ لا بالظبط 15 دقيقة. يبقى الأداء الريتم بيكون عالي. اللي هو مش بفكر كتير بس الفكرة بتيجي، ف
طب انت درست الحاجات دي ولا لا؟ ما درستش، هي موهبه كده. موهبه كده يعني. انا بس يعني ايه مقتضه فعلا باميره يعني. بقيت مثلا اتعلم منها الالقاء اكتر. ده نكلمك استاذه اميره ان شاء الله تبقى حاجه كويسه كده ان شاء الله. طبعا الموهبه طبعا سبحان الله الموهبه موجوده في كل شيء، كره القدم وجميع المجالات، لان الموهبه لابد ان تتبنى او تتبناها الدوله طبعا. دي ده حاجه شيء جميل، وطبعا دي حاجه ممتازه وجيده. طبعا في ختام هذه الحلقه بحب اشكر طبعا خلود خلف، طبعا شاعره او نابغه في الشعر العربي، وترتيب الجمله صراحه حاجه جيده جدا. شكرا جزيلا خلود. طبعا ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 باذن الله هنتكلموا عن شركات التسويق اللي هي اهم حاجه عندها الربح. اهم حاجه ما فيش حاجه اسمها يتقي ربنا، ما فيش حاجه اسمها اخاف على الولد، لا ده طبعا غلط. طبعا وفي انديه كتيره طبعا بدات تخوض هذه الاخطاء، وطبعا في انديه عملت اختبارات. طبعا ان شاء الله باذن الله مش هنتكلم الا بدليل، بصور ودليل وقرائن هنعرضها ان شاء الله باذن الله، علشان طبعا الناس تشوف. طبعا لان الدوله مجرمه، مش مجرمه يعني ايه، منع الاختبارات في هذه الفتره الحرجه طبعا في هذا التوقيت الصعب، لان هذا التوقيت توقيت الاختبارات لجميع الانديه الموجوده في مصر. وان شاء الله باذن الله هنتكلم برضو عن الانتخابات المصريه، ما لها وما عليها، وطبعا عايزين ضوابط ولوائح وقوانين نمشي عليها، مش لاغراض اخرى تتم الموافقه على بعض البنود وبنستعمل الروح، لان متعامل لما استعمل الروح هذا القانون بتعمد ان انا اجامل هذا الشخص. فان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11 وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.